مارفل تتخلى عن ممثلها الشرير وتعاقبه، فإيش هي القضية؟ النجم الأمريكي الصاعد جوناثان ميجرز خسر حضوره في سلسلة أفلام مارفل مجدداً، والسبب قضية اعتداء على حبيبته السابقة. ميجرز الممثل البالغ 34 عام يلعب دور الشرير في مارفل، وقع في دائرة الشر هذه المرة بشكل جدي حين أدين في نيويورك بتهمة ضرب حبيبته باعتداء صنف من الدرجة الثالثة بمستوى الخطورة. جوناثان قد ينال حكماً يصل لمدة عام في حكم سيصدر في 6 فبراير المقبل، لكن استوديوهات مارفل لم تنتظر الحكم وأعلنت التوقف عن التعاون معه. حبيبة جوناثان السابقة جباري أدلت بشهادتها ضده، زاعمة أنه هاجمها بعد مشاجرة في السيارة، مسك ذراعها بعنف وضرب رأسها، لكن محامو النجم أنكروا ذلك مؤمنين ببراءته الكاملة. وخسر جوناثان إمكانية ظهوره في الفيلمين المقبلين من عالم مارفل، وإلى حين ظهور نتائج المحاكمة النهائية سيظل صاحب الدور الشرير في عالم مارفل شريراً في نظر مناصري النساء ضد عنف الرجال.